ايه ده يا ياسمين؟ طب ده ايه ده يعني يا ياسمين؟ الباب ما بيفتح. فين الهدوء؟ انت بتهببي ايه ودوت هزار؟ مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا. بصوا بقى، بعد ما عدى شهر تقريبا على جوازي حتى الان، انا قررت ان انا اعمل مقلب. تقريبا المقلب النهارده هيبقى عيار تقيل وحبتين. مبروك علينا يا جماعه ان احنا بقينا ترند. ثانك يو، اقسم بالله انا مش مصدقه. سبحان الله، الفيديو لوحده يبقى ترند. المهم مبروك علينا. بسرعه انزلوا اعملوا لايك وسبسكرايب، فعلوا الجرس، اعملوا بقى حاجات كتير جدا، ويلا بينا علشان المقلب النهارده تقيل. بصوا بقى يا جماعه، انا ما كنتش ناويه اعلن الحرب، والله العظيم ما كنت ناويه اعلن الحرب، بس هو اللي اضطرني. طب انا ده ذنبي؟ مش هو قال كده امبارح؟ مش هو قال كده في الفيديو اللي فات؟ قال انا هعمل مقالب كتير في ياسمين. فيلا بينا علشان اوريكم النهارده انا هعمل ايه. النهارده يا جماعه انا هحرق له التيشيرت القمر ده، والله العظيم عيني عليه، والله العظيم بالتيكت بتاعه. بس احنا اساسا يعتبر معظم لبسنا كله بالتيكتات، عشان طبعا احنا عرسان. اسكت؟ لا، تعالوا اوريكم حاجه كمان. انا غسلت كل هدوم، ودي ملايه. انا راضي ذمتكم، ده وجه حد يتخانق معاه؟ الراجل الطيب اللي نايم بره ده، تمام، اتخانق معايا علشان بطاطس بلحمه مفرومه. احب اكلمكم بس عن نبذه كبيره عن الخناقه التافهه اللي هو ساب البيت علشانها وراح قعد مع اصحابه على القهوه. لا، واجل لي على فكره، حضري نفسك ويكويلي كل هدومي علشان انا بكره اختار منهم عشان خارج مع اصحابي. يعني بدل ما يخرج مراته اللي تعبانه وشقيانه وبتتفرج على اليوتيوب وتتعلم حاجات علشانه. بصراحه انا مكمره كده تي شيرت كمان علشان يعني لو الخناقه وسعت ميدي قوي. تعالوا بقى ونشوف، ربنا يستر وربنا يسامحني، وان شاء الله هحاول ان شاء الله ابقى اشتري له تي شيرت تاني غيره، ويلا بينا نحرق التيشيرت. انا متحمسه. شايفين المكوه؟ يا عيني يا عيني. انا بس اللي خايفه منه ان النور يقطع دلوقتي، ملحقش اكمل. هيبقى حظه في دانه، هتبقى قبض عياله. بس يلا مش مشكله. سخن ياما، والنبي بص ايدك. بكوبوله قبل ما احرقهوله، معرفش ليه. هقول لكم بقى، مش انا نسيت المكوه وانا برد على الموبايل بره؟ يا لهوتي، انا بصراحه صعبان عليا، مش قادره اعمل المقلب ده. ضميري مأدنبني، بس اللي هو بيعمله حلال فيه، حتى بشيل المكوه. طب ممكن ربع حرقية؟ بلاش الحرقة كبيرة يعني. نعلي ماكس. ايوان. يا لهوي، يخرب بيت حظك، النور قطع. يا رب النور يجي دلوقتي، يا رب. عايزة اقول لكم، بصوا يا جماعة، مش عارفة هو ايفان ولا لا. بصوا، انا سايبة المكوة زي ما هي على نفس التيشيرت، يعني نفس الحطة بالظبط. ما نشوف وين نورجي، وين نورجي، وين نورجي، وين. نصيبه ان العملية تتم. لكم ايه، انا محضرة شنطة هدومي هنا عشان لو حصل حاجة اتكل على الله عند والدي على طول. انا خايفة على المكوة، انا مش عايزة المقلب بس خايفة على المكوة. ايه ده؟ داري، ايه القرف ده؟ نهار اسوح. بص، تعلمت المكوى؟ بصوا، المكوى حصل لها حاجه، اسمرت سيكه. مش مهم، اتبنى اقفل دلوقتي ولا اعمل ايه؟ مش عارفه، انا توترت. ايه ده، الموضوع دخل في الجد، التيشيرت باظ. كريم، يا كريم، مالك انت بقى بره؟ في الاحتياط.
التيشيرت بس هو اللي رايح التيشيرت بس انا خفت. مسامحني اكيد اكيد يا كريم انت مسامحني يا كريم انت مسامحني صح صح مش تزعل. في ايه ده؟ التيشيرت بتاعك انت مش شايف؟ ايه ايه عايزه ايه بدي يما الله يرضيكي والنبي. بص انت بتصوري ايه يا اسفي؟ بص علشان لو حصل اي حاجة هطلع بيك على الاسم على طول هعمل فيك محضر. والله بجد انا مكنش قصدي. بص يا كريم ده ايه ده يا ياسمين؟ هقول لك انا قلت لك انت مسامحني قلت لي ام سامحك. ايه مسامحك ايه ده؟ ايه ده يا ياسمين ده؟ بص شكل المكوى يا ستي شكل المكوى انت وقرف ايه طيب ده؟ انا قلت لك انت مسامحني قلت لي ام سامحك انت كنت بتكذب عليا؟ ياسمين حرام عليك وعاد الله ما لبسته غير لابسه. ايه ده يعني كان ملبوس قبل كده؟ يا ستي تتكلم صلي على النبي والله العظيم ما كانش قصدي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا ستي. طب ايه ده طيب ده؟ طب ده شعر ده يعني ده يعني ده ايه ده؟ ما هقول لك صلي على النبي انا كنت حاطه المكوه والنور قطع وبعد كده النور جه على المكوه وهي محطوطه وانا كنت فاكره ان انا شايله المكوه ليه بالاول؟ مش كنت بكوي مش انت مش مو اصلا انا خايفه. اقفلي يا ياسمين. طب الفيديو ده بعيد يا ياسمين ما تقفليه مش هقول لك. بص انا مش قادره اكمع الكلام والله يخرب بيك كده لساني وقف. طب يا ياسمين ممكن تقفلي الفيديو دوت عشان صاحي يعني في حد يبص يشوف حد كده يعني؟ اه عادي حبيبي اهلنا وناسنا. طيب ما اقفلي التليفون طب عشان نقعد نتكلم عشان ده مش هزار خالص يعني. بص قولي انت كنت جايبه منين وانا هروح اجيب لك واحد زيك. يا ستي ولا جايبه ولا عامله طيب ده مش وقت هزار يعني مش شايف. بعدين التيشيرت ده ينفع يعني كده تصحي يعني من النوم تلاقيني بهزر معاك يعني وولع لك كده في بنطلون ولا في تيشيرت؟ انا ده هزار يعني لي. ده كوميديا يعني كده؟ لا والله. طيب لو النبي ما تلمس حاجتي. طب الساعه كام؟ مش عارف. طب شوفي ليه ياسمين ونوم طيب غير عشان ما استنى هقول لك. بص انا سايب لك شورت. ما هو انا غسلت كل الهدوم. انت بتصوري ايه طبعا؟ انا غسلت كل الهدوم. طيب يعني وده مقلب يعني وده ايه اصلا؟ هو انا بقالي ساعه تقريبا عمال احاول ان انا احرق في دمه بس هو مفيش فايده ولا راضي يقوم ولا راضي يتحرك. بس انا عرفت هعصبه ازاي. انا غسلت لك كل هدومك. طب شكرا مش خش بقى طلعي تيشيرت وبنطلون. بقولك غسلت لك كل هدومك. مهم ان ريحه البيت كلها اتقلبت بسبب الشياط ده. انت بتحرقي دم يعني ولا انت عايزه؟ لا يعني. طب انت بتصوري ايه يعني؟ بص انا اكيد مسامح كريم صح؟ اكيد انت مسامحني. مسامح كريم مسامح كريم بس هتري هدوم. الساعه كام؟ والله العظيم في الغساله. بيهببوا ايه في الغساله؟ بيتغسلوا. طب هو يعني بيتغسلوا يعني يا حبكه يعني الغسيل دلوقتي؟ انا اقول لك على حاجه انت كنسل مشوارك النهارده ونقعد انا وانت سوا هعمل لك فشار. ما ينفعش. فشار كراميل. ما ينفعش. فشار جبنه. ما ينفعش. بتصوري ايه؟ اجيب لك ايس كريم. طيب شكرا انا هجيب لك 10 ايس كريم. طلعي لي شيرت بقى وبنطلون. خلاص انزل بالعبايه حلوه. ياسمين وانا رايح عند خالتي. بص استنى 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 انا هجيب لك. انا في حاجه انا سايباها. واحد مديني بالبونيه يا ست الصواري. انا وشي مش قادر وشي وجعني قوي. اما انا بقول الصواري عماله بتطفي حواليا يعني ما تقعدي في حته. بص بص طب ما بص والله العظيم بقول لك غسلت كل الهدوم. والله العظيم ايه؟ والله هو احنا هنهزر ونستظرف؟ استنى هقول استنى هقول استنى احنا هنعمل كوميديا وهنهزر ونصور ونعمل يعني ده مش صلاحيه دي. طب ده ايه ده يعني يا ياسمين؟ الباب ما بيفتحش. الباب ما بيفتحش. الباب ما بيفتحش. طب فين الهدوء؟ انت بتهببي ايه؟ هو دوت هزار؟ فين الهدوم؟ طب يا ياسمين مخبيها فين ولا حاطاها فين؟
طب ده شتوي. طيب انا يعني انا هنزل بيها ازاي انا؟ اسمي انت بتهزري؟ انا قلت الحق اهرب. شكرا انا خايفه اموت. بتسيء على الفيديو اللذيذ اللطيف. انا خايفه. انا خايفه. انا خايفه انا كمان. انا عايز اموت في داهيه. انا عندي نزوله دلوقتي. الساعة كام بقى في؟ انا مش عارفه. ايه رايكم؟ انا عملت العمله بس مش عارفه احلها. ايه رايكم؟ خلاص هزرنا. فين بقى هدوم بقى؟ طلع لي هدوم انا في دماغي. اصبر بس كل حاجة 3 4 ساعات الحاجة تنشف وتلبس. زي ما انتوا شايفين يا رب يكون الفيديو بتاع ياسمين عجبكم. معنى ان كريم يقول لي كده اكيد نوى على مصيبة، ربنا يستر علشان شكله كده بيرقد لي حاجة. وقد ايه ياسمين صادقة في مقالبها، وقد ايه بعد احنا النهاردة كام؟ بص هو بكرة بالظبط هنبقى طيب. تمينا شهر. النهاردة 3، قد ايه بكرة هيبقى ناقص شهر على جوازها؟ قد ايه هي شربات وعسل وبتعرف تهزر وبتعرف تعمل مقالب؟ ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة لأول مرة تتفرجوا عليها، وان شاء الله تتفرجوا على مقالبها الجامدة قوي اللي بتبوظ. يعني احنا متفقين الواحد يعمل مقلب ما بيضرش اللي قدامه. ايه ده بقى؟ بس انت قلت لي امبارح انت طب انا بتدي ايه يعني دلوقتي؟ انت قايل انك مش هتمد. مش